النهارده؟ بطاطا. بطاطا. هقول لكم بقى اعمل ايه. هي بقى هسيب لكم ملك تشرح لكم هي عملت فيه ايه. ولا البرج النهارده بتاعنا ولا فين بتاعنا بقى. النهارده إيه؟ لقيت بتاع البطاطا معدي، فانا قلت لهم ايه يا امي يا امي يا امي الوفا يا طير طاير بالجنه. قالت لي خدي فلوس يا ملك وروحي جيبي بطاطا. تعلمت الصابر منك يا يما. يما سيبيني اتكلم. لا انا هقول هغني الاغنيتين وانت كملي الباقي. يلا ماشي. قمت انا جايباه ولسه اول بتاع. عندكم محمود يا جماعه بره بيتعوج علينا وملك دلوقتي. قولي قولي. نسيب لكم محمود يقدم لكم المقدمه. لا 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 ده انا كده كده انا متبرعه بالمقدمه ديت ليكي انت تتكلمي. بنت يا ماما عايزاني نحمل البتاع ديت ايه النهارده؟ بسكر. يا بنت صوص كراميل. لا ما هي السكر هو صوص كراميل. وتتخانقوا على حاجه معروفه. سيح. ها؟ سيح. سيح سيح. طب خلاص نعمل لكم ايه بنت يا ملك النهارده؟ بطاطا. بايه؟ بصوص الكراميل. بصوص الكراميل. خليكم معانا يا اولاد عشان اعرفكم انا هعمل بطاطا بصوص الكراميل ازاي. بصوا يا جماعه اشرفت بها يا جماعه. انا سايبكم مع ملك بقى استعادي. يا سناء يا سناء عشان هتغربوش بقى. ايوه هو انا دي اولا تعبت اصلا. شوف بقى شوف يا سناء باكل نردات. فرجت البتاع في الايد. سيبت الحته وانا مدلع. بتعملي ايه يا بنتي يا جارفه انت واقف في البطاطا؟ اه خانهم جالهم اهو. بتعملي ايه يا بنتي؟ ما رضيتش يا بنتي. قولي له قولي له احنا بنعمل ايه؟ الله 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 دمار. عايزاكم دمار. يا جماعه ما تجربوش الخرزه بس تتكلم. يا ملك كومنت حلو. مثلا هم مسابقه الكومنت اللي هيطلع حلو هبص هنقدر واحد البطاطا. اهو هنقدر واحد البطاطا دي يا جماعه بارده برود السنين. ما يغركوش ان هي حلوه كده بس بارده. تعالوا كلوا معانا بطاطا. لذيذ. لذيذه. بصوا يا جماعه اصلا اللي هيعمل كومنت حلو يعني هعمل فيديو واللي طلع الكومنت الحلو ده يعني على الفيديو من فوق. كومنت الحلو اللي ليا اللي ليا انا في اسمي ولا كومنت. اسمك ايه؟ اللي ليا اسمي ملوكه. ولا انت اسمي. طب اسمك ايه؟ ملك. وانتي؟ ملك. اسمي. وانتي؟ سلسبيل. اسمك ايه؟ أريل. دي سلسبيل يا جماعة. أريل. طب قولهم حطوا لايك. حط كده قولهم حطوا لايك. حط لايك. طب حط كده قولهم حطوا لايك. قولي جديد مع السلامة. ايه اللايك راح فين؟ ده مستخبى خالص. قولهم كده لايك. بصي كده اتغيرت لكم. طب قولهم حطوا لايك انت كده. بقول لكم ايه يا فندتي؟ لا لا بقى. حطوا لايك. اصبري يا ايه ده بتصورني يا ولد؟ ايه ده انت بتصورني يا ولد؟ حطوا اللايك يا جماعه. اللايك اهم من كل حاجه. بصوا بقى يا جماعه ملك النهارده زهقني اخر زمان. جيت اصحاها على الدرس صحيت بالعافيه والنهارده السبت مفيش مدارس وفين وفين عبال ما قامت راحت الدرس ولا اسنات عذبتنا النهارده برضه واسنات كده غلط. بصوا يا جماعه هو مش الجمعة والسبت ده في راحة؟ دروس ايه بقى؟ لا مفيش راحة في المدرسة. وقت ما الدراسة تبدأ مفيش روحة.
عايزه تطلعي مضيفه الطيران، عايزه تطلعي قبل، عايزه تطلعي دكتوره، تطلعي ازاي؟ قبل دكتوره ايه يا ماما؟ انا عايزه اطلع مضيفه الطيران. طب الحمد لله. وانا عايزه اطلع دكتوره. طب واحده عايزه تطلع دكتوره، واحده عايزه تطلع مضيفه الطيران. ودي عايزه تطلع بلاش يعني ولا تقومي تجتهدي دي عشان ربنا يكرمك وتنجحي وتجيبي درجات عاليه. انا هبقى فاضي الصينيه يوم الجمعه الست دول بحتملاهم. نوم بقى براحتي، صحيان براحتي، انتخى يعني، اكل براحتي، اشرب براحتي، اعمل كل اللي انا فيه براحتي. لكن النهارده كان عليا وانا انا عامله بطاطا سكر نايمه. مضربه حتتك ليه؟ عشان تروح تسيب السكينه؟ يا جماعه انا باكل بطاطا سكر نايمه حلوه جدا صحيه احسن ما تكون بسكر. انا النهارده بقى كنت بشرب بطاطا وهليل بتاعك من جوه بتحسن. هقوم اوريكي بتعمل ايه عشان يومنا كامل. انا بوريك يومنا كامل كامل مكامله، اوريكي هديل وهي بتخدع في الوعي. وانا هعمل البطاطا عبال ما ترجع في المواعين وتمسح في المطبخ، هعمل انا البطاطا. طبعا هتلاقي كمان بقى الحك بتاع ده المواعين يا جماعه. اهي خلصنا تقشير، هنخش نغسلها ونحطها في حله واوريكم الخطوه الاوليه اللي انا هعملها لكم بصوص الكراميل. بصوا يا جماعه انا النهارده عقد ملك واسناد. ليه بقى؟ لاني خلوني بعمل قشر البطاطا ونطوال قشر البطاطا في الدنيا بحاله. وروني ايه كده الزباله اللي بتاعت البطاطا كده؟ بصوا كده ملك دلوقتي هتقوم تمسك الاوضه دي تكنطه 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 دي العقبه ليكي. وانا ليه؟ يلا انا على ليه؟ كده عصايه ايه؟ انا مصدقه. يلا طب يا جماعه هرضى؟ فمسكت صينيه البطاطا وقالت مقدمتي فحضرلها عقاب النهار وحضرلها مقلب. حلوه تتحلي اي جمال وتنوره. يبقى يا جماعه ملك خلاص قررت تجيب لي هساسه في مخي. ملك معاك وهتكنس الاوضه، ولما كنس الاوضه يا جماعه انا هقعد. يلا روحي شوفي انت هتعملي ايه. ماشي. يلا. لا ده مش بتتصور. هاتي ايدك تخبطي زي ما هديت. بص يا جماعه هي كانت مخصوصه ليك لازم تتصوري معايا. لازم تتصوري معايا زي ما تصوري مع ماما. بصي يا جماعه دلوقتي هو انا اتحكم عليها بس اللي انا عامله فيها. تعال بقى الله. بص يا جماعه سبتكم بحدث الرسم عشان انا زهقت. خلاص جابوا لي العصب التلاقي الاثنين. وهو عامل ايه كمان؟ هتقولي تعمل ايه كمان؟ الاوضه اللي انتوا ظبطتوها وبوظتوها وعايزه تتروق. ممكن تلم عينك؟ اها بحس يعني ان غمضت. هعمل لكم حاجه دمار. بصي يا جماعه خلاص مرات دي حكه. يلا بقى. شوفوا بقى. ام حجرت عليا فانا بصوا هي الكبيرة فهسمع كلامك. وريني كده يلا. انا حمام من النار. عايزة ايه؟ انت عايزة ايه؟ عايزة حمام. ده عايزة حمام وده عايزة حمام. بصوا يا جماعة دلوقتي هي الأوضة بقت الأوضة. بصوا أقسم بالله الأوضة عاملة ازاي؟ أنا خلاص قربت قبيض منهم. بصوا بصوا يا جماعة بقت ايه؟ الأوضة زريبة يا جماعة زريبة. بصوا شكل الاوضه دلوقتي لو اسمعك وملك لو ما روش الاوضه زي ما الكتاب قال هضربهم. يا جماعه قبلوا بعد ايه؟ اديني وريتها لكم اهو. انا هقفل اهو. شوفوا ده مش هقفل انا معاك اهو وهي بتروق. يلا صوريني بقى دلوقتي الكاتل والمسكافيه والسكر. يا تاني بصوا اللقطه دي عاملين ايه يا فندم؟ بصوا اللقطه دي هدعك مع المواعين. بصوا بقى هي بتدعك المواعين وبتغسل. بصوا الدنيا بقى معاها فله. يا مالك انا اديتك 10 دقايق ثواني هاجي اوريهم الاوضه. بصوا سابعها ليا على ايدي.
ده يومنا كامل يا جماعة. انا حبيت اوريكم يومنا كامل اللي عامل ازاي من اول ما اشتريت البطاطا الملك لحد ما الملك هتروق الاوضه لحد ما هترجع تموعي. بصوا محمود هو النهارده مش يوم صامت، لا النهارده يوم يعني بيتكلم فيه، بس هدير النهارده المود بتاعها زباله، ومش زباله بس، لا ده المود بتاعها كويس 100 100 وزغرتي يا بنت يا هدير. ما هو الاثنين بقى ميكس. بص بقى ماكسي بقى ما تحط دين على دي، شو بقى الاثنين يعملوا شكلهم ايه؟ مش تفاحه؟ لا تفاحه ايه؟ لا طب مانجاني ولا ليمونه حتى. لا انا مش عايزه، انا عايزه رمان. اه الرمان بيعدل المزاج فعلا. او شوبس. ما هو الرمان يا جماعه اللي عنده اكتئاب نفسي وياكل كميه من الرمان الاكتئاب النفسي بيروح. ديت عاملين دراسه عليها في امريكا وقال لك الرمان بيضيع الاكتئاب. يعني دي معلومه مفيده مني لكم، اللي عنده اكتئاب وعايز الاكتئاب يروح ياكل رمان كتير. يا لهوي انت جيتي وسبت الاوضه. بصوا يا جماعه والنبي جاي تقف جنب خالتها وما عملتش الاوضه ولا عامله لها عقاوه. بصوا انا بقعد فقلت الفرصه ليه؟ قاعد في نص الكنيس قعدت تاكل الشندوتش. هي كده مش هتعمل حاجه بقى. من قال لي ده انا مجهزه حاجات جامده. طب ما اشوف. انا هشوف دلوقتي هوريهم بعينيكي دلوقتي اللي انت عملتيه في الاوضه ايه. هدري رابط تخلص اهي وما اشوف ملك عملت ايه في الاوضه، لان انا مديها عقاب لو ما عملتش كده هقطعها. ملك بتعمل حاجه في الاوضه؟ اكيد طبعا، امال ايه؟ مقتنعه يعني بكده؟ اه مقتنعه انها هتروق الاوضه في النص. بكره نشوف هتعملي ايه فيها لو ما عملتهاش؟ انا هعاقبها لو ما عملتهاش، هحط وشها في الدقيق لو ما كنستهاش. ان شاء الله. مش هتبقى سلسبيل كل شويه تاخد جزريه تاكلها من غير ما تستوي كده. بصوا يا جماعه السلسبيل. بصوا النهارده الدنيا مكركبك مني بنفسي. بجد 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 انا نسيت كل يوم دايت معايا. مفيش كل يوم يا جماعه، مفيش حاجه اسمها. بصوا بقى بتقول لك مفيش يوم المواعين ما بتخلاش. طب ما انت بتاكلي في ايه؟ في اطباق بلاستيك؟ والله ده عكاها انت. يا ريت اجيب لكم اطباق بلاستيك؟ طب الشتا لسه ما دخلش عشان نجيب اطباق بلاستيك ناكل فيها ونرميه. لا بس هو ده ساعه. اما الشتا الخالص يخش هنجيب اطباق بلاستيك وناكل ونرمي. استنى برضه حلل فايبر. ايه؟ جدي ليه يا مالك؟ بروق. بروق واقفه هنا ازاي؟ طب ما تروحي. هو انت عليك عفريت بيروق جوه ويجي هنا ولا ايه؟ قلت لهم انا بروق. اما حضرها العقاب. انا هحط وشها في الدقيق لو ما لقيتهاش متروقه. بروح اخد لقطه منهم. بصوا بقى بصوا بقى انا جيت لقيتهم بيعملوا ايه؟ اثنين. انا اصلا انا تعبت من كنت لما انا لميت الاياس وروقت الدنيا، فانا عملت ايه بقى؟ على فكره اتفضي وجدعاني يا اسنين. ده انت لو ما فتش كروت مش هيعمل كده. اديني بقى يا سناء. هديكي ايه؟ هديكي ايه يعني؟ دي بقى الزباله للحاجه يا سناء. ده بقى هي تكمل شويه بدالك. الدايه تكمل شويه بدالك. انا هعاقبك صح يا سناء. ده كله يا جماعه اللي هم مبوظينه ومبدلين الاوضه بيه عشان تعرفوا ان هم ده بقى ده بقى زي ما انتم شايفين كده بنمسكوا الاوضه نروقوها ونضفوها ازاي. اسنات وملك بسم الله ما شاء الله ستات بيت محترمين وستات بيت نضوف. المره الجايه لو جيت قلت لنا على حاجه نعملها في الاوضه يبقى بجوائز. اه جوائز ماشي. انما المره دي لو ما كنتوش عملتوها كنت هعاقبكم. هعاقبكم يعني.
يا فلوس يا لعب. يا اما تخرجينا في النادي من بره، يا اما تخرجينا في النادي، غير كده مش هنعمل حاجه. ماشي انا موافقه. زيت ليه يا سنات؟ وانت رحت عملت حاجه؟ اه ده اللي عامله اصلا. انا مستشفى شيء. عاد اختك جنب انا حبيت بس اوريكم اليوم بتاعنا كامل يا جماعه. محمود راح جاب لنا الامبوبه من المستودع وجه، وادي شارعنا والتورسيكل بتاعنا. خد يا خد التسلية. دلوقتي يا جماعة ممكن انتوا تستنوا شوية، عملنا لنا زبالة كده وفرشنا لكم القياس. بعد كده خلصت وفرشت الحصيرة بتظبط الدنيا كده. كده يا جماعه البطاطا استوت اهي، حاطط لها مقدار من كوبايه سكر عليها عشان اعمل لها صوص كراميل، وهسيب السكر دلوقتي يبوش فيها لما يعمل الكراميل هوريها لكم. يومنا عملنا البطاطا بقى يا جماعه، عايزين ناكل. المقدمه ليا يا ماما. بص يا جماعه بقى دلوقتي خدها على قد عقلها. بص يا جماعه ودلوقتي البطاطا قربت تستوي نص ونص يعني، فاحنا هنشوفها دلوقتي. لا 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 عملنا صوص الكراميل. عملنا صوص الكراميل يا جماعه اهو اهو. الله يا ام حطيه شويه. استني بس يا ملك كده عشان اوريهم. بص احلى كده. دي يا ملك السكينة كده الصوص كده. واو واو عامل زي غاز البنات لما يكون يوسف صفر من الأول. خلصنا الوقت يا جماعه، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان نخلص كل الفيديو. بصوا ملك